السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Hi everyone. Today we are going to learn how to talk about spending weekend holiday. أخيرا انتهت الدراسة الأسبوعية وستبدأ عطلة نهاية الأسبوع غدا. نعم، أنت على الحق. تعبنا كثيرا هذا الأسبوع من الامتحانات والواجبات المنزلية. ماذا ستفعلون يا شباب؟ وكيف ستقضون عطلتكم؟ أنا سأبقى في البيت يوم السبت وسألعب ألعاب الحاسوب وأشاهد مباراة كأس العالم. وماذا ستفعل يوم الأحد؟ سأذهب مع أخي الصغير إلى المسبح لتعلم السباحة. أنا سأقرأ الكتب وأؤدي واجباتي المنزلية يوم السبت، وسأذهب إلى السوق المركزي مع أمي يوم الأحد لنشتري لوازم البيت. أنا وأبي سنذهب إلى النهر في الغابة خارج المدينة. ماذا ستفعلان هناك؟ سننصب الخيمة لصيد السمك ونبقى ليلة السبت هناك. هذه فكرة جيدة جدا. أنا سأذهب مع أسرتي إلى الحديقة للنزهة يوم السبت، وفي يوم الأحد سأساعد والدتي في تنظيف البيت. سنحتفل عيد ميلادي في البيت يوم السبت، وفي يوم الأحد سأذهب مع عائلتي إلى السينما. عيد ميلاد سعيد يا أحمد. شكرا لكم. عطلة سعيدة يا شباب. عطلة سعيدة. المفردات: عطلة، عطلات، holiday، أسبوع، أسابيع، week، نهاية، and، دراسة، دراسات، studying، أسبوعية، weekly، أخيرا، finally، غدا، tomorrow، على الحق، upon truth or upon right، امتحان، امتحانات، exam، الواجب المنزلي، الواجبات المنزلية، homework، شاب، شباب، youth or guys، بيت، بيوت، house، لعب، ألعاب، game، fun or joke، حاسوب،
حواسيب كمبيوتر مباريات مباريات game tournament or match كأس كؤوس cup such as World Cup عالم عوالم or عالمون plural world صغير صغار small or younger مسبح مسابح swimming pool سباحة swimming لوازم البيت household needs نهر أنهار river غابة غابات forest خارج outside مدينة مدن city فكرة فكرات idea خيمة خيام or خيمات tent صيد السمك fishing catching fish ليلة ليال night حديقة حدائق garden or park نزهة نزهات picnic outing تنظيف cleaning الأفعال verbs سبح يسبح to swim تعلم يتعلم to learn قرأ يقرأ to read أدى يؤدي to do or to perform ذهب يذهب to go اشترى يشتري to buy اصطاد يصطاد to hunt or to catch especially used for fishing to catch fish to fish قضى يقضي to spend انتهى ينتهي to finish to end بدأ يبدأ to start تعب يتعب to get tired فعل يفعل to do بقي يبقى to stay to remain لعب يلعب to play شاهد يشاهد to watch ساعد يساعد to help احتفل يحتفل to celebrate نصب ينصب to set up and finally نظف ينظف to clean that's all today see you next lesson inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh